جولة جديدة بين الصحف العربية والأجنبية، نستعرض فيها أهم ما حملته من عناوين ومقالات في حلقة جديدة من برنامج وقال القلم، والبداية مع مانشيت. بداية مانشيت لهذا اليوم مع صحف دمشق التي ركزت على الشق الميداني وأبرز الإنجازات التي رسمها الجيش العربي السوري والمقاومة في جرود القلمون، فنقرأ من صحيفة الثورة السورية أهم عناوينها التي جاءت لهذا اليوم. حرر مجموعة من النقاط والتلال الحاكمة شمال حقل الهيل النفطي بريف تدمر، الجيش يواصل تقدمه بريف دير الزور ويستعيد بالتعاون مع المقاومة كامل جرود فليطة في القلمون بتوجيه من الرئيس الأسد. المهندس خميس يزور مطار لشعيرات، انتصارات الجيش أثمن ما يملكه الشعب السوري، جنرال أمريكي، وجود قواتنا على الأراضي السورية غير شرعية، الاحتلال ينصب كاميرات للتجسس وفصائل المقاومة تتوعد، وأيضا المشيخات تشترط تغيير سياسة قطر، الأوروبية التحق بمركب الوساطات، وأردوغان يبدأ جولة المبازرة. كذلك صحف بيروت كان الواقع الميداني هو المسيطر الأول على عناوينها، فنقرأ من صحيفة الأخبار اللبنانية أهم عناوينها والتحليلات التي جاءت فيها. تحرير الجرود الأمر للمقاومة، اليمن بدء مرحلة ما بعد الرياض، فلسطين العدو يصعد إجراءاته حول الأقصى، قاعدة محمد نجيب العسكرية، تموضعات إقليمية جديدة في غرب مصر، جولة أردوغان الخليجية، نافذة الحل مغلقة، وأيضا طهران لترامب وحلفائه، النووي لن يراجع. نبقى في أروقة الصحافة اللبنانية ونتابع في عناوين صحيفة الديار أبرز ما جاء فيها من تحليلات جاءت على الشكل التالي لهذا اليوم. ما هي استراتيجية حزب الله وكيف يدير المواجهة؟ كمشت المقاومة تطبق على معاقل الإرهابيين نصرة، مواجهات وحملة اعتقالات في الضفة الغربية، نتنياهو يتوعد، عباس يؤكد وقف التنسيق الأمني والجامعة العربية تحذر، الجيش العربي السوري وحلفائه في عمق البادية، جنرال أمريكي، روسيا قادرة على طردنا من سوريا، الأردن مقتر إسرائيلي بإطلاق نار داخل سفارة إسرائيل، المالكي في موسكو بحثاً عن تعزيز الدور الروسي في العراق والمنطقة، موغاريني في الكويت وأردوغان في السعودية لبحث ملف الأزمة الخارجية مع قطر، وأيضاً الرئيس الأمريكي ترامب يشدد على سلطته في العفو وسط تكهنات بأنه سيصدر عفواً رئاسياً عن مقربين منه. ننتقل إلى صحف الأرض المحتلة وأبرز ما جاء فيها من عناوين رصدت السياسات القمعية المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، فنقرأ من صحيفة الأيام المقدسية أبرز ما حملته لهذا اليوم من عناوين. الاحتلال يلجأ إلى الكاميرات الذكية عند مداخل الأقصى، قمع آلاف المصلين عند الأصباط وإصابات في الضفة، عمان مقتل أردني وإصابة إسرائيلي في إطلاق نار وطعن داخل السفارة الإسرائيلية، لبرمست بإسرائيل واستنزافنا وتفكيكنا من الداخل، الرئيس السيادة على المسجد الأقصى من حقنا ونحن من يجب أن يراقب ويقف على أبوابه، نيويورك تظاهرة تندد بالانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى، وأيضا الكنيسة الإسرائيلية يبحث اليوم قانون منع الأذان. ننتقل إلى صحف بغداد وأهم العناوين التي رصدت التطورات الميدانية والسياسية، وكذلك نقلت معاناة وأوضاع الأهالي العائدين إلى منازلهم بعد تحريرها من الإرهابيين، فنقرأ من صحيفة الصباح الجديد العراقية أهم ما حملته لهذا اليوم. القوات المشاركة في تحرير الموصل تستعد لاقتحام قضاء تل عفر قبل التوجه إلى الحويجة، العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري، حملات شعبية مكثفة للإبلاغ عن الدواعش المتخفين في الموصل، المفوضية الأوروبية تنشئ وحدات جديدة لمكافحة الإرهاب والتطرف، الرئيس التركي رجب أردوغان يصل إلى جدة لدعم الوساطة الكويتية في أزمة الخليج، وأيضا واشنطن قلقة من احتمال اقتناء تركيا صواريخ S-400. إلى هنا مشاهدين ننهي مانشيت وننتقل إلى تقرير لأهم ما تناولته أقلام الكتاب في إصدارات اليوم.
كتبت الوطن السورية في مقالة رئيسية لها اليوم: كل حقائق الميدان تثبت بداية إخفاق مشروع الربيع العربي الصهيوني وهزيمة القوى المعادية لهذه الأمة. فهل يضع المؤمنون بهذه الأمة استراتيجية لهذا الحراك؟ لا تتوقف عند استعادة السيادة على الأقصى والقدس فقط، بل تهدف إلى استعادة كل الحقوق والكرامة العربية والقرار العربي المستقل في صنع مستقبل مشرف ومشرق للعرب جميعاً. كتب محي الدين المحمد في تشرين السورية: إن تطهير القلمون الغربي وجرود عرسال بات مسألة وقت، تماماً كما هي الحال في تطهير البادية السورية، وأن تطويق مفاعيل العدوان وشل أدواته في الداخل والخارج أصبح باديين للعيان. كتب إبراهيم الأمين في الأخبار اللبنانية: هل من داع لسجال جديد مع أنصار الإرهاب في لبنان؟ ماذا ينفع النقاش بعد كل ما حصل وإزاء ما تقوم به المجموعات المسلحة في سوريا من أعمال إرهابية مع من لا يزال يتحدث عن ثورة وثوار؟ ماذا ينفع النقاش مع من ينظرون إلى من يفوز بالمعركة لا إلى من يخسر؟ هؤلاء ضد أن تخسر إسرائيل الحرب مع العرب إذا كان ذلك سيحصل على أيدي رجال محور المقاومة. فهل سيبالون بهزيمة أكبر المجموعات الإرهابية في العالم؟ الجيش العربي السوري بالتعاون مع المقاومة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي يستمر في تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في القلمون بريف دمشق، ويلاقي تضامنا قل نظيره، بل وصف بأنه عابر للقوى السياسية وللاصطفافات المذهبية. فثلاثة أيام كانت كافية لتحقيق إنجازا أكبر مما خطط له، ولتسطر ملاحم بطولات وثقت بالصوت والصورة. التطورات السياسية أناقشها مع ضيفي من اللاذقية رئيس الأمانة العامة الثوابت الوطنية في سوريا الدكتور حسام الدين خلاصي. أهلا بك. صباح الخير أستاذي علا. صباح النور حياتي أستاذي المشاهدين. شكرا لك. بداية دكتور، الجيش العربي السوري والمقاومة تمكنوا مباشرة من كسر الخط الأمامي لتنظيم النصرة واجتثاثه من جرود فليطة تماما، وأيضا تقدموا في جزء من جرود عرسال. كيف تحلل المشهد الميداني في ظل ذلك؟ هذه العملية تم التخطيط والإعداد لها بدقة وبصبر وتأني إلى أن أصبح المناخ السياسي العالمي بطريقة ما مجهز لكي يشترك الجيش العربي السوري والمقاومة والجيش اللبناني في هذه العملية النوعية. اثنين، هذه العملية لو أنجزتها قوى أخرى غير قوى حزب الله والجيش السوري والجيش اللبناني لكنت سمعت تطبيلا وتزميرا في كل أرجاء العالم ولتفاخروا بقضائهم على النصرة. مشكلتهم كما ورد في التقرير أن القوى الثلاث هذه استطاعت أن تهزم هذا الإرهاب. ثلاثة، هذه القوة العظيمة للكتلة الإرهابية الموجودة وتسليحها الضخم وتمويلها الذي كشف عنه هذه الكميات الكبيرة من الأموال كانت تخطط للدخول في العمق السوري والعمق اللبناني ومعد لها أدوار خطيرة جدا، لكن في اللحظة المناسبة تم تنظيف هذه المنطقة من هذه الكتل الإرهابية التي تملصت على سبيل المثال تركيا من استيعابها، الشروط التي وضعوها على رأسهم التلي هي شروط مرفوضة، فليس من خيار أبدا إلا القضاء على هذه الكتلة الإرهابية. رابعا، تعزز دور المقاومة كشريك، أنا أتحدث الآن عن الشق اللبناني من العملية، أثبت حزب الله أنه يستعمل هذه القوة بمساندة الجيش النظامي اللبناني لتطهير أرضه من الإرهاب، مما جعل كثير من الفرق السياسية الموجودة في لبنان ما عدا اليمين الإسلامي المتطرف فيها الذي يعني على مضض يريد أن يشوه هذه العملية أيضا بطيات كلامه، لكن باقي الكتل السياسية انضمت إلى، وأنا سمعت إلى وسائل الإعلام اللبنانية، انضمت إلى تشجيع هؤلاء. ولأول مرة أسمع في بعض المحطات التلفزيونية اللبنانية أن شهداء حزب الله وشهداء المقاومة، هذه المصطلحات تغيظ حتما من خطط ودبر لزرع هذا الجسم الإرهابي في هذه المنطقة من بلادنا ومن لبنان. نعم دكتور حسام، يعني في سياق متصل لحديثك، برأيك أين تكمن الأهمية الاستراتيجية في السيطرة على جرود فليطة؟
هذه المناطق يعني عمقة وإشرافة ووعورتها تسمح بحرية الحركة لهذه الكتل الإرهابية بسهولة، وتستطيع أن تنقض باتجاه دمشق وعلى الطرق الرئيسية، وتستطيع أن تشكل كتلة وعدوا هم بها بأنهم سيجابهون فيها قوى المقاومة الإسلامية في لبنان. لذلك القضاء عليهم هو قضاء على جزء كبير ومهم جدا من المشروع. يعني نحن نعلم أن الدولة السورية أحيطت بأربع جبهات، جزء من هذه الجبهة في العراق تم التنسيق بين الجيشين وانتصار الموصل، جزء تمركز شمال حلب واستطعنا تحرير حلب قبل تحرير الموصل. أن نذكر بكلمة السيد الرئيس أن ما قبل حلب لن يشبه ما بعد حلب، انتصار حلب انتصار تاريخي ولا عزي. منذ انتصار حلب في العراق حققنا انتصار على قوى الإرهاب بسواعد الجيوش الوطنية والمقاومة. اليوم في لبنان هذه أيضا جبهة مهمة، استطعنا أن نطهر وقاب قوسين أن تعلن منطقة محررة تماما من الإرهاب، ويسهل ذلك أيضا عملية التواصل وعودة اللاجئين بدون ضغوطات وبدون استثمار من قبل القيادات السياسية المتطرفة في لبنان. نعم، يعني أيضا تحدثت عن تضامن واسع مع الجيش العربي السوري والمقاومة، وعن تغيير كبير في مواقف القوى السياسية، ويعني بأن الإنجاز كان يعني عابر للاصطفافات المذهبية. كيف توصف ذلك مع أهمية عمل الوقت يعني في ظل المستجدات الميدانية والسياسية الأخيرة؟ نعم، نحن عائدون قلنا من جنيف الجولة الأخيرة، وتم التسويق والترويج للمناطق الآمنة والهادئة، ووافقت الولايات المتحدة الأمريكية على جزء، وهي الآن عبر المفاوضات الغير مباشرة أو التنسيق مع الجانب الروسي تعد العدة لمناطق أخرى جديدة، لأنه هي مغلوبة على أمرها في هذه النقطة، لأننا سننجزها لوحدنا إن لم تكن هي شريكة فيها مع الروس. ويجب ألا ننسى أن المقاومة اللبنانية وتاريخها النضالي يعتمد أساسا على الدعم الكامل من القيادة السورية منذ سنين عديدة. فالانتصار هو انتصار لعقيدة المقاومة وعقيدة الجيش العربي السوري. التغلب على هذا الإرهاب في هذا الوقت يضعف من حلقات التواصل. يعني هم ليس لديهم الآن موقع سياسي متقدم، من كان يعتمد عليهم في مفاوضات جنيف كورقة ضاغطة على الجيش السوري لمشاغلته عما يجري مثلا على سبيل المثال في الشمال الشرقي في سوريا، الآن يعرف تماما أن هذا لم يؤخر، وقريبا نتقدم إلى الرقة ودير الزور. هذه القوة العسكرية الناهضة اعتمدت على المتبدلات السياسية وعلى الأجواء الدولية التي استطاع الحلف الروسي الإيراني فرضها، رغم الذبذبات أو المنغصات التي يطلقونها من حين إلى حين آخر. أي انتصار على الإرهاب، وهذه المنطقة يعني تحديدا مهمة جدا فيما يتصل بحمص وبدمشق وبلبنان، يعني هي منطقة مهمة جدا، تطهيرها هو انتصار عسكري، خاصة في مثل هذه البيئة الجديدة تماما على المقاتلين من محور المقاومة كله، بيئة جديدة تماما، لكننا استطعنا بالدراسة والتحضير الجيد أن ننقض على هؤلاء بعد أن أعطوا أكثر من فرصة، وهم نفسهم قتلوا المفاوض الذي يسعى إلى يعني التخفيف من حدة الحروب. فهم يعني لا يميلون أبدا إلى على الإطلاق إلا القتال ثم القتال ثم أن يقتلوا نتيجة هذه الأعمال الإرهابية التي يقومون بها. في سؤالي الأخير دكتور حسام، يعني تحدثت الصحف عن مرحلة جديدة يعني تنذر بها التغيرات التي يشهدها الشمال السوري، وعلى رأسها الاقتتال الكبير بين المجموعات الإرهابية، وأيضا هناك يعني طرد لبعض المجموعات من مدينة إدلب والمناطق الحدودية. هل تستشرف يعني سيناريوهات جديدة، وما الدور الذي ستلعبه برأيك القوى الإقليمية الداعمة للإرهاب كتركيا تحديدا؟ نعم، حاليا هناك تخبط في دعم هذه المجموعات الإرهابية. الواضح كما ورد عبر وكالات الأنباء العالمية والمحلية أن جبهة النصرة الإرهابية المصنفة
كتنظيم إرهابي ثاني في الأراضي السورية استولى على مدينة إدلب، ونتيجة يعني قتال دامي بينه وبين حرب الشام على سبيل المثال. لا توجد جهة رسمية ولا دولية تدعم جبهة النصرة، لذلك هؤلاء يتم دعمهم بالخفاء. هذا الدعم الخفي الممولين التركي والسعودي والقطري الآن في يعني الواضح أنهم في نزاع مستمر فيما بينهم، قد يستعمل هؤلاء للقتال أيضا مع جبهة أخرى قد تتمثل بقوات سوريا الديمقراطية، يعني قتال أيضا بين هذه الفصائل الإرهابية. المشكلة أن كل هذه القوى التي تشكلت هي تعرف تماما أنها لا ترقى إلى مستوى كلمة جيش، هم يقاتلون الآن جيشا منظما بعتاده الكامل مع قوات المقاومة الرديفة مع الطيران، يعني هم بمرحلة العصابات في مواجهة الجيوش لا تستطيع أبدا، وخصوصا في الأراضي المفتوحة لا تستطيع على المدى البعيد أو القريب لن تستطيع أن تحقق إنجاز. حشرهم ووضعهم في هذه المنطقة من الطبيعي جدا أن يقود في المرحلة الأولى إلى اقتتال فيما بينهم، ثم يعرض عليهم درجنا على استثماره أو استعماله في باب المصالحة أو العودة أو المسامحة، وإن لم يكن فهو قتال لطردهم كما طردوا من وسيطردوا من القلمون وجرود عرسال، سيطردوا من إدلب ومن الرقة ومن بير الزور. مسألة وقت، المتغيرات السياسية أصبحت تميل إلى صالح الموقف السوري الرسمي الحكومي. نعم. هذا نحن نستبشر به منذ البداية. اليوم مفاعيله موجودة على الأرض، يعني الكلام مش من فراغ، يعني نحن لا نتحدث عن أمور لا تحصل، أمور واقعيا تحصل، انتصارات تحصل، مصالحة تحصل، مناطق خفض توتر تحصل، بالطريقة السورية الأمور تسير حتى الآن بشكل مرضي مع تقديرنا لبطولات الجيش العربي السوري بصورة دائمة. نعم، ضيفي من اللاذقية رئيس الأمانة العامة للثوابت الوطنية في سوريا الدكتور حسام الدين خلاصي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، أمل أن نذهب لنتعرف على أسرار لم تعد كذلك على صفحات الصحف، إنما بعد الفاصل. كشفت صحيفة الغارديان عن صفقة أجرتها الحكومة البريطانية مع السعودية بلغت قيمتها 283 مليون جنيه استرليني خلال 6 أشهر، والذي لفت الأنظار أكثر على هذه الصفقة التي سبقتها صفقات كثيرة أنها أعقبت غارة جوية نفذتها قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن، والتي أسفرت عن مقتل 140 شخصا إضافة إلى إصابة المئات. وأوضحت الصحيفة أن صفقات الأسلحة البريطانية إلى السعودية تخضع لمراقبة مشددة من قبل البرلمان، إلا أن الرياض تبقى أكبر مستورد للأسلحة من بريطانيا. وقالت الصحيفة إنه عقب الغارة التي أدانتها الأمم المتحدة أجل وزير التجارة ليام فوكس توقيع مجموعة من تراخيص التصدير، واستعد مساعدوه لإجراءات تعليق التصدير إلى السعودية، لكن وثائق حصلت عليها الغارديان كشفت أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أوصى بإكمال الصفقة نظرا لأنه رأى أنه لا يوجد خطر واضح بشأن استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك القانون الإنساني. ووفقا لحملة مناهضة تجارة الأسلحة المعروفة بCAAT، فقد باعت بريطانيا طائرات مقاتلة للسعودية بقيمة 263 مليون جنيه استرليني، وقنابل وصواريخ بنحو 4 ملايين جنيه استرليني. أما الآن مشاهدينا، ننتقل لنتابع صورا بين الواقع والسخرية منها في الفقرة التالية.
في الختام مشاهدينا، لرسائلكم وتعليقاتكم تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك. القلم الصحفي قال كلمته لهذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة. بأمان الله.